ركن السودان من القاهرة يقدم هذا البرنامج. يوميات فنان. يوميات فنان، برنامج يعده ويخرجه فؤاد شفعي. يقدم هذه الحلقة الفنان محمد فوزي. إخواني في السودان الحبيب، مساء الخير. أسعدني جدا زيارة إذاعة ركن السودان وإتاحة الفرصة لي لتقديم هذا البرنامج. في الواقع الفنان مننا بيسعده جدا أنه يلتقي بشعب حبيب له، يربطه تقارب كبير بين قلبه وقلبهم. وأنا طول عمري بتمنى أني أزور السودان، وإن شاء الله سأعمل على أن ألتقي بكم شخصيا في السودان قريبا جدا. نبدأ حلقة الليلة بالحدوتة الصغيرة الحلوة اللي بتفكرني بأيام زمان، أيام ما كنت صغير في المدرسة الثانوية في طنطا، أيام ما بدأت أني أفكر في الفن. طبعا أنا ما كنتش عارف أني هبقى مغني وملحن، يعني زي ما وصلت إليه. إنما الأمنية الكبيرة اللي كانت بتراودني دائما إني أسيب طنطا، بلدنا، البلد اللي اتولدت فيها والبلد اللي شفت فيها أيامي الصغيرة لما كنت ببتدئ أفكر في إني أغني أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم اللي كانت بتتردد في هذا الوقت. كنت بخش المدرسة وفي الفسحة أطلع أتلم أنا وزملائي في المدرسة وأقعد أغني لهم الأغاني بتاعت في الليل لما خلي وياما أمر الفراق بتاعت أم كلثوم، وكانوا تعبيراتهم ووشهم بيخليني أحس إني فعلا أنا لازم أتجه لهذا الفن. وكنت من لعيبة الكورة المهمين في المدرسة، درجة أني في سنة من السنين بقيت الكابتن. فلما كنا بنسافر مثلا من طنطا إلى دمنهور مثلا أو الزقازيق أو بنها أو أي بلد قريبة من طنطا، فكان طول ما أنا راكب القطر أغني، لدرجة أن المدرسين كان بيقعدوا يهمهم جدا ان انا اغني لهم، وكان كل تفكيرهم ان يقولي لي ما تسيب المدرسة وتروح تشتغل مغني. ده اللي خلاني افكر في اني اسيب طنطا واسافر الى مصر وابتدي التحق بمعهد الموسيقى وابدأ حياتي الفنية. احب ارجع لكم قبل كده لما كنت في المدرسة كنت بعمل ايه في هوايتي. فاكر مرة إن كان فيه مولد جنبنا، مولد سيدنا الدسوقي، جات فرقة جماعة محترفين أنونجي وعواد وكمانجاتي وقالوا لي تعالى روح معانا سيدنا الدسوقي وإحنا مستعدين نديك جنيه كل ليلة. طبعا الجنيه ده كان بالنسبة لي يعني ثروة كبيرة قوي، كل ليلة طبعا يعني 30 جنيه في الشهر، يعني حاجة مهمة جدا لتلميذ. رحت معاهم في ايام كده كانت اجازة وسافرت
وقعدت الفرقة الصغيرة وقالوا فوزي الصغير، كان اسمي فوزي الصغير زمان، وغنى يلا هي وحاجة يعني إقبال شديد جدا. وبعدين بعد الحفلة وإذا بواحد عسكري بيقول لي تعالى كلم حضرة الضابط. أنا كنت بقى مرهق جدا، قلت له والله الصبح أنا أجيله. قال لا ده عاوزك حالا يا سيدي، أنا مش قادر دلوقتي. قال لي لازم تروح. قلت له لا مش ممكن لأن أنا تعبان ومش هروح. فراح طبعا لحضرة الضابط اللي هو يعتبر بالنسبة للدسوق ده يعني الحاكم بأمره، وجه رجع لي تاني وقال لي لازم تيجي مش قادر. راح شايلني بالقوة، صريخ زيطة هيصة مش عارف ايه، الناس اصحاب الحفلة مسكوا الغفير يعني ابتدوا يعمل هيصة وكده يعني لخبطة. فراح الضابط لما لقى مفيش فايدة من ان اروح له راح مشطب كل ايه المولد، فابتدت الهيصة بتاعت الجماعة الغوازي اللي جنبنا والقرداتية والبتوع الحمص والجماعة دول دوشة. مين اللي عمل كده؟ محمد فوزي الصغير. طيب مسكوا يا ابني ما لازم تروح للظابط، مش هروح. سكون ادوني حته علقه حلوه قوي قوي. طبعا اتعورت، اعمل ايه؟ اروح لمين؟ اروح للظابط اشتكي. فروحت للظابط، يا حضره الظابط حصل كذا. طيب انت ما جيتش ليه يا ابني؟ انا ناديت لك ما جيتش ليه؟ انا ما كنتش عاوز اجي تعبان. طيب ايه اللي انت عاوزه دلوقتي؟ جماعه دول ضربوني. فراح ماسكهم طبعا وحبسهم وهزقهم مش عارف. قلت له طب انت كنت عاوزني ليه؟ قال لي انا عارف ان انت من عائله كذا في طنط، وانا اقرب لكم من ناحيه يعني اداني امارات انه يقرب لنا، وانا لقيتك بتغني في المولد وده ما يصحش وده عيب وانت تلميذ ومش عارف ايه، فقلت اجي عشان انصحك. وبعدين لما ما سالتش عنه وما جيتش رحت مشطب المولد. وقال لي حالا دلوقتي لازم تسافر طنطا وعيب تعمل حاجات زي كده. طبعا رحت مسافر طنطا ويعني خلاص ما غنيتش في المولد. وبالمناسبه دي هقول لكم ايه الغنوه اللي كنت بحبها قوي قوي ايام ما كنت تلميذ في المدرسة. خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعند ويايا، خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعند ويايا، ولو دريت عنك حبي تجرحني عيني في هوايا، انا ظني طيفك في منامي قبل ما احبك، طمعني بالوصل وسابني وانا مشغول بك، انا ظني طيفك في منامي قبل ما احبك، طمعني بالوصل وسابني وانا مشغول بك، خايف عتبه لكن خايف يروح يقول اني بحبك، ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. وبعدها ما طقتش طبعا لاني دقت ان الحلاوه بتاعه الاقبال والتشجيع وشبعي، فرحت زايغ من طنطا وهربان ورايح لمعهد الموسيقى في مصر، وقدمت راحوا قابليني ويعني على طول. فبعت تلغراف لوالدي ان انا يعني لازم اقعد في مصر. طبعا ما سالش عني، انما يعني اهو ابتديت ادبر اموري لغايه ما وصلت الى اللي وصلت اليه دلوقتي. وبالمناسبه دي احب يعني ان اقول لكم ان الانسان الفنان لازم يبتدي صغير، يبتدي وهو من السلم يعني يشوف ويكافح علشان يحس بالحلاوه بتاعه النجاح. نرجع بقى ونقول لما رحت معهد الموسيقى وقابلوني هناك وابتديت الدراسة، المهم هناك ان كان فيه الله يرحمه بقى واحد اسمه مصطفى العقاد. مصطفى العقاد ده كان الضابط بتاع المعهد الموسيقى. اول ما شافني وسمع صوتي قال انا يا ابني بقى هستلمك وانت اعتبرني والدك. قلت له اهلا وسهلا. قال لي انا بتجيني حفلات
وهاخدك معايا عشان تتمرن، انما برضو يعني مش حاسيبك يعني كده، وهديك برضو مصاريف التاكسي ومش عارف ايه. قلت اهو برضو مش بطل. ابتدى بقى طبعا حد يجي عوز مثلا، كان يميها بقى عبد الغني السيد المغني المهم هناك يعني، يوميها او اي حد من المغنيين الكبار لهم مغني. ده فيه انا عندي ولد حاجه تجنن اسمه فوزي، ده حاجه مش عارف ايه، وبعدين اروح الحفلات وطبعا في الاخر يديني جنيه واكون مبسوط قوي. حصل من ضمن الحفلات دي ان كان فيه غنوه جديده كان اسمها يا مصر انسك زاد لما زمانك صفالك الفرح جال ومعاد ومش عارف ايه، والمهم ان وصف في مصر والنيل بيجري فيها والانهار والشجر والميه، يعني وصف في مصر وجمالها والحاجات الحلوه اللي فيها. فقال لي النهارده بقى العريس اسمه حنة، فايه رايك بدل ما تقول يا مصر انسك زاد قول يا حنة انسك زاد وليك جنيه زياده. انا اتبسطت قوي طبعا لاول وهله وما فيش تفكير، فقلنا يلا يا حنة انسك زاد. وهو قام قال فوزي عمل غنوة جديدة لحنة بيه العريس ومش عارف ايه، وطلعنا وابتديت اغني بقى اقول ايه يا حنة انسك زاد لما زمانك صفالك الفرح كان له معاد يعني وفى بوعده وجالك، وبعدين بقيت الغنوة بقى فيها والمية تجري فيك والنيل من تحتيك وفيك الشجر والمية وفيك النيل، وحاجة بقت نيلة ومصيبة سود. طبعا لازم استمر، والناس افتكرت ان انا يعني بهجس، وضحك قعدوا يضحكوا على العريس والليلة باظت وبقت حاجة اخيبة اوي. فادي ذكرى من الذكريات اللي انا لسه فاكرها لغايه دلوقتي. انما في المدنه بقى اللي كنت فيها في المعهد ابتدت يعني الحفلات دي، وطبعا الوسط يعني ابتديت اقعد في القهاوي اللي فيها الناس الفنانين ومش عارف ايه، لغايه ما اشتغلت وابتدت افلام السينمائيه الناس اكتشفت يعني المخرجين بقى اتفقوا معايا. فابتديت اول غنوه انا فاكرها انها من الاغاني الكويسه ادي الميعاد قرب ولا جاتشي، ودي كانت فكرة جديدة في الغنى، انها يعني الغنى ما يبقاش يعني نص ساعة والحاجات دي، غنوة بتاعت 4 دقايق انما فيها التعبير اكثر من الطريقة بتاعت الـ 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 البراعة الصوتية الحلزونية، يعني التعبير بالاحساس. الميعاد قرب ولا جتش، وصباح تنتايه ما عرفش، ادي الميعاد قرب ولا جتش، وصباح تنتايه ما عرفش، الساعة واقفة ولا بتمشي، ادي الميعاد الميعاد قرب. وبعدين اتجه فكري اني لازم اعمل انتاج في الاذاعه طبعا، وده كان يعني من اهم حاجه عندي، وصادف هوا عندي يعني المسؤولين، ففعلا اتفقنا على ان اقدم لهم حاجات في الاذاعه. وبالمناسبه دي عاوز اقول لكم قبلها بحوالي 5 6 سنين اني كنت برضو قدمت في الاذاعه، وكان فيه الله يرحمه بقى مصطفى رضا هو اللي مهيمن على هذه يعني شؤون الفن في الاذاعه، وكان راجل يعني يهمه الحاجات القديمه قوي، وانا طبعا ما يعني ولو اني كنت بتعلم الحاجات القديمه دي في المعهد الا اني عاوز اتجه بتجديد يعني. فخطر لي خاطر ان انا اعمل حاجه فيها كورال، يعني مجموعه اصوات كل صوت يقول شكل كده، وحاجات يعني من الحاجات الحلوه. غنوه كان اسمها يعني عيد يا نور جديد في يوم سعيد. فأما سمع بقى في الإذاعة الكورال وبتاع، فجالي مسكني وقال لي إيه ده يا أخويا، لا 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 ده حاجة كلام فارغ، ده اللي اتعلمته مش عارف. ومن يوميها ما دخلتش إيه الإذاعة، وإنما خطر لي خاطر في المدة الجديدة دي
ان انا اعيد هذه الاغنية وطبعا ازحها تاني، ويظهر ان الحاجة اللي متعجبش في مثلا من مدة 5 6 سنين يمكن تعجب دلوقتي. فانا هسمع لكم الغنوة اللي انا اترفدت من الاذاعة بسببها، وكانت سبب في اني يعني نجحت في فيلم ونجحت في الاذاعة وعنده الجمهور في الوقت الحاضر. إنتاج الإذاعة برضو اللي قدمته للإذاعة إلهنا ما أعدلك، دي قصيدة من تأليف أبو النواس، ودي كان عملها أبو النواس في طوافه للكعبة الشريفة، ودي من أحلى الحاجات اللي أنا لما بسمعها الحقيقة يعني بحس إن أنا عملت حاجة أنا راضي عنها. يا فلان ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، واختم بخير عملك. يا غافلا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، واختم بخير عملك. لبيك إن العز لك والحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنا أعتقد أن من أعظم الأعمال هي أعمال الأوبريتات والأوبرا والعمل المسرحي، ومن زمان وأنا يراودني فكرة عمل أوبريتات للمسرح، وللأسف الشديد لغاية النهاردة هذا الحلم لم يتحقق بالنسبة لي. إنما أنا فتحت المسؤولين في الإذاعة بهذه الرغبة وحققوها لي في الإذاعة، من أهم الأعمال اللي أنا أحس أنها محاولة ناجحة هي الأوبريت بتاعة نور الصباح اللي أنا عملتها في الإذاعة، اللي هي مأخوذة من فكرة سندريلا. وأنا اعتقادي أن الفرق كبير قوي بين الأغنية اللي بتتغنى يعني كأغنية مستقلة والأغنية اللي بتتعمل في الأوبريت
لان الاوبريت بيبقى في الاغنيه بتاعتها مرتبطه بالموضوع، ولازم تاخذ من احساس الموضوع وتبقى ماشيه مع السياق الموضوع. والأما الاغنيه المستقله فهي احاسيس ملهاش اي ارتباط الا بالاغنيه ذاتها. ودي دلوقتي هنسمع مع بعض احدى الاغنيات من اوبريت نور الصباح. هيقول لها انت الامير.